مجالات الآن بنات الجوف تحديدا منطقتك الآن، يعني اللي درسوا معاكي اللي كبروا الآن اللي بتسألي عنهم، ما شاء الله يعني في نشوف مديرات بنوك، هل نشوف مثلا وظائف تانية حتى عمالية، يعني ترقب مجالات كثيرة، كلمينا عنها. أكيد في البنات اللي أنا أعرفهم في ما شاء الله، يعني واحدة وصلت إلى مهندسة، كان عندها طموح مهندسة وحققت هذا الحلم، وفي منهم ممرضات ودكتورات. طبعا أنا وقفت لأسباب يعني ولظروف خاصة. كنت في التمريض؟ لا، وكنت أدرس لغة عربية، معلمة. بعدين توقفت ما كملت عشان الوالد كان تعبان الله وحصلت لي يرحمه. ظروف الله يرحمه. فحاولت إني أكتب قصيدة كذا، يعني لما الظروف كلها ضغطتني اسمع. وصارت عندي مشاكل كذا، فكتبت سال القلم بالحبر سطر معاناة، قصة عذاب وعايشتها لحالي، قصة شقا وحرمان وهمي وبلواه، من حر دمعاتي بسود الليالي. يا ناس أنا حظي بهالكون مشقاه، حظ تعيس آه وعز تالي، حتى القرايب تركوني ومن أرجاه، ومن بينهم أمي وأبوي وخوالي، دمع الحزن حدد على الخد مجراه، أبكي طوال الليل محد درالي، وحيدة بالدار وأجاوب الآه، وحاكي الجدران باللي جرالي، عزي لمن مثلي تغربل بدنياه، ذاق الألم والحزن ما ذاق حالي. سلامتكم. سلام.